فين علق هذا والله بقوا عليا محمد محمد واكي وطاقي واكي. دخلت نسفت لك ميساج لقيت مسافت لي 2017 السلام. قلت انا ما يمكن شاطر محمد اختصر لك نقول لك شويه ولا ما نقول لكش عندك الوقت؟ انا غادي نقول لك وغادي تقول لي وغادي نحكي لك غير واش واقع لي واش راه واقع لي. انا معاك راك مزروب؟ مانيش مزروب انا نبات معاك. انا راني معاك راني معاك راجعني بحال الخوف بحال عادي عادي بصح كي نسولك تبقى تجاوبني اران قالت لك واه اطلق شحال واحد راه يا محمد الحمد لله تشوك عادي 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 ان شاء الله. بصح غادي نسولك سؤال. واه جلس انت راك باغي دير لايف في وجهك؟ واه ندير متاكد؟ متاكد انا عارف انا خا نسولك سؤال باش ما يوقعليش مشكل راني عاد مكرفص ما انا فاهم قريتها. الا قلت لك 1 زائد 1 شحال توسع؟ جوج راه كلشي. الا قلت لك 10 زائد 8 18 يعني انت في كامل قواك العقليه. كامل قوى العقليه يعني عارف شنو غادي ندير باغي ندير. انت راك باغي دير لايف باغي ندير يعني انا كيصيفط لك ميساج وقلت لك ما ديرش اللايف. قلت هذه شحال من مره قلت لي قلت لي بغيت نبين وجهي. الناس ما كتيقنيش بانني مريض بحكم انك عندك شهره الناس كتعرفك. واه بغيت انا يعني ندير. انت باغي دير لايف كامل قوى العقليه وندير لك فيديو كاع قبل هذا الشيء نقول لك بغيت ندير اللايف صافي راكم تسمعوا هادشي اللي كاين. تفضلوا راك متاكد واك بغيت دير اللايف؟ رجعني الخوف يا محمد. غادي تخرج لنا زي الفل باذن الله. غير حاول تصبر شويه. ليش تما لايف خرج كتبه؟ انا غادي نزيد نصبر. دير التليفون هكا ديرو عرض ديرو عرض عرض ضروري ربي واش هذا محمد اليوم ولا البارح انا ما عقلت لقيتني بحال واحد الكحه خفيفه على الصباح بكري بحال اللي صارت شي حاجه وبقيت نكح 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 والو غير بحال نتخيل شي كحه بحال خياج واحد الخيوط ولا شي حاجه صفراء ما عرفت واش هذا كاع شنو نكتب لهم هنايا؟ ارى لهنا خيار فين نجلس انا؟ انا غادي غير يبقى في بلاصتك من ديرونجي غير يبقى في بلاصتك. شي قلت لك تكذب شي قلت لك تخيل انا ما كنت فاهم والو. قبضت لبعض ديك الصحاره جمعه اللي في الدايبيه واحد الفقيه في اكادير هات معاه في الواتساب هذا الشيء مكتوب في الداخله قال لي عطيني تصويت كتسمي تمك نقول لك نصيفط لك نشوف لك واش فيك يعرف واحد صاحبي في اكادير صيفط له بقى الحميد شوق توجد شي حاجه انا قال لي كما قال لي ديالو نشوف واش فيك قال لي فيك الثقه فيك ثلاثه فيك 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 قال لي لك عند واحد المراه في مدينه قديمه كحله وانا عارف هذيك الجمعه رباحك بطه قلت لها جمعه عارفين قلت انا عارف نعرف امك نعرف باك الله يرحمه قلت لها قالوا دارت لي السحور قالت لها ولدي انا خاطر قلت لها بعد عمرك النمره قلت لها 11 قلت لها عندي تما عندها الشعواده تعرفها زيد واه زيد ما بغيتش تمشي عندها هي قالوا لي دارت لك داري لك تقاف عندها زيد صافي طلعت للدروج هنا بقيت صاحبي زعما يتشوك في الدروج وديك صاحبي يقول لي ما تخافش قلت له انا مانيش عارف فهمناش شحال كيبقى يتشوك في الدروج عندك كونيكسيونات قليلة لا اورانج اه اورانج من دخلت عندك هنا ولا اسبيل كوفري البيت معليش هاك نعطيك كود ديال الويفي وخدم له باش ما يتقطعناش قال لي الجن تعطيها قتلها شكون قالوا لي الدراري لا ربي هو اللي كيعطيك اه ربي ولكن الاسباب وصافي ولكن سبب انا ندير لي اللايف اخويا راه خدام اللايف خدام نصام يتسنانا السلام الاخوان انا شويه ما ديروش عليا وراني خايف ولكن يا ربي المباراه يا ربي يا ربي يا ربي يكون اليوم سبب صار لي مشاكل بزاف يا محمد غادي نسمع لك وغادي صاحبي بقيت انا نقول واحد المره شي ربع سنين بحال رجليا تعوق وبقى مشى لي ليكيليبر محمد زيد بقيت من الجرين طايح هنا في هاد الرجلين هادو بحال اللي ماتولي نوقف هكا نطيح نوقف هكا نطيح تحبرت غير بوحدي ما عرفت فهمت كيفاش زيد يعني من الجرين بغي ندور نطيح خصني نمشى غير نيشان كان عندي في رجلين داك الشيء زيد وبريت هاكا هو الوجه مطلق روح هو فين فين تركو دير هكا قلت لك ديرو عرض درت عرض صافي هو دار صافي
دعوا معنا اخوتي، دعوا معنا، دعوا معنا اخوتي، دعوا معنا. الله يرحم والدين. وصلني غير نتخيل، ولا وصلني غير نوهم، ولا نكذب على راسي، مانيش عارف. هذا هو المشكل. ما الوقت عندي ديزاكتيفي الميساج باش ما يصوني وليش؟ لا اصبر، وقت عندي ديزاكتيفي الميساج باش ما يصوني، ديزاكتيفي باش ما يصوني وليش؟ صافي يضر عندك على خاطر. بس خاف نكون لايف يعيطوا لنا ونقطع كل شيء. اسمح لنا اخ محمد اخبر معانا. صافي هاو صافي، يعطيني انا نقادو. واحد المرة نعس في الدار وجدتي حل حسيت بها، قالت لي سميتي سعاد، عقلت غير شعرها غوز وشنايف فيها غوز، بقيت نقول صاني هاد الشي كاين، راني هاد الشي كاين محمد. وقالت لي والله ما نتخلى عليك، وهربت عند امها، نعست كنت نعس غير بستيب، هربت عند امها لتحت. قالت لي غير راك تكذب ما تسخونيش. قول الله والله كاك يقول لك، كاك يقول لك تهترف. جلس جلس، غادي نلقاو حل. شنو جلس؟ ذاك كرسي انفصل. اجي 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 بعد هنا، اجي اسمح لي، اجي جلس. صافي نطلق؟ واه صافي نطلق. احكي لي من الاول حتى التالي. اختصر لك باش غادي ندير لك انا هذه واحد وليت نلبس الكحل بزاف زيد مضرب على الكحل، وشحال من واحد كيتلاقى لي بقى يقول لي انت فيك عيشه، انت فيك يوم، كتلبس الكحل بزاف. انا ما كنامنش بهذا الشيء. الجن كاين في القران، وانا كان عمري نويت انني هذا الشيء غادي يقيسني. وكنتلاقى الدراري كيقولوا لي خصك تزور، خصك تشوف الرقاد. حنا دايرين واحد النظره على الرقاد، راه كما تعرف انت، راك عارف بزاف حنا دايرين على الرقاد واحد النظره باللي ماشي كامل، ولكن اكثر كيقولوا الرقاد في كدابان الصبا، المهم مانيش عارف انا. عمري مشيت عند شراقي، وهذه واحد 5 ولا 6 سنين كنت نحس كان عندي في رجلين بحال الشلل، ماشي شلل، كنتمشى نورمال، ولكن ليكليبر ما عنديش. مثلا غير دفعني نطيح، مثلا نبقى نتمشى هكا نبغي ندور نطيح، هنا كان عندي في الرجلين شي يقول لي فيك ذاك الماء في الركابي، شي يروح للحمام، شي يروح للبنقاشور، شحال مره وانا عاد بريت. وهذه واحد العام اللي فات خرج واحد الحب كامل هنا في الكور ديالي احمر، من كان من كان نمشي مثلا نسخن ولا كيبقى بحال الدم احمر. هذا العام ما خرجش، ما عرفت العام ما خرجليش، كان عامر ظهري ولا الكور ديالي كامل عامر زيد. المهم عندي العكس، عاوتاني كنتعرف على شي بنت ولا كنبغي نتزوجها كيما كانت، تقول لي نبغيك ندير معاك اللي كل شيء اي حاجه، ولكن موصل الصح تقلب عليا تقول لك راهم يشوطنوني، راهم يديروا لي غير، وانا نقول لهم صافي. المهم تخربقوا لي بزاف الصوالح، هاد شي صوالح ما بغيتش نقولهم هنا في لاكام، ولكن راك عارف. وكنت متقف شي عام ولا تمت وانا متقف. صرات لي وبقيت نهبلت، واش غادي نقول لك؟ في التليفون غير بوحدي، مول الموت متعبى. زيد واش غادي نزيد لك؟ من نبغي غير الظلمه، ونبغي نبقى في بيتي بوحدي، نبغي غير الظلمه. زيد وشي مره كيلهبل قبل ما يموت با، مع انا ساكن الفوق، كنطلق الموسيقى، بغا نشطح غير بسليب حدا المرايا. زيد وبا يقول لي واش تراك هبلت؟ كيفاش كاين شي واحد يبقى يشطح في البيت غير بسليب مع الموسيقى مع المرايا ويشطح؟ ما عرفتش انا، تما بقى نقول ولي وصلني بعقلي ولا وصلني ندير. وكل واحد شي يقول لي راه فيك مسكون، شي يقول لي هادي، شي يقول لي هادي. واحد المره هضرت مع واحد السيد في اكادير فقيه في الواتساب، ما عطاني الدري في الواتساب، كتبت له غير سميتي تمك والتصويره، وصيفطت له التصويره، وقال لي صيفط لك ديال لي شي جنون ديالي. انا ما ربي تسمح لي ماشي، المهم انا ما عارفش واش ساحر واش فقيه واش ما عارفش. زيد قال لي غادي نصيفط لك ديالي ما تخاف، حيت شفت كتنحس بحميد شوك، شعلت وجهي هنا مجيت وجهي هنايا. وقال لي راه فيك ثلاثه الثقال، فيك السحور، فيك فيك فيك. هو في اكادير، قال لي عند دايرين لك عند واحد المراه سميتها، عند واحد المراه صحراويه، قال لي في المدينه القديمه، وحنا عارفين واحد الصحراء سميتها جمعه في السياغه معروفه تما. والبارح قبضتها، قلت لها اختي خالتي جمعه كراكيله، قالت لي انت، قلت لها انا ولد فتيحه عرفتني، قلت لها خالتي جمعه واحد السيد راني هضرت معاه في فيسبوك في واتساب، وراه قال لي درتي لي صح، قالت لها ولدي انا خاطر، قالت لها بعد عمر كاين النمره ديالي، قالت لي غدا راه عندي تما فين ندير السحور، وانا مشيت عندها اليوم، هضرت معاك البارح، انت قلت راه عندي، وانا جيت ما بغيتش نمشي عندها. ديك السعوده راك عارف انا خاطيني بهم، اختصرت بسرعه بحكم اللايفات اللي كدير، اللي كنطلق. وانا شويه مستريسي طالع منك الضرب هنا في الدرج، بقى الحميد شوك. زيد
هو البارح ما يكون داير لايف بزاف الناس صافوا اللايف كنت نهضر لهم على هذيك الجنيه وهذيك وكيبقى غير نهضر على هذا الحبيب بقى يتشوك ما عرفتش علاش وكندير غير بوحدي انا تبقاو يقولوا لي في فيسبوك واش راك وصاك تكذب وصاك تمثل ما فهمت انا والو شنو انا واش كتكذب على هذا الشيء زيد كمل شي تهضر بشي يقول لك تكذب كل واحد في صراحه يقول زيد وهذا الشيء اللي كاين دابا جيت عندك في الدرج الحميد تشوفك واش على توجعني هنايا مجيت كتفي هنايا زيد صافي جيت احكي لي حوايج اخرين بحال زعما الاحلام الاحلام شنو نقول لك الاحلام كيجيني بحال انا بحال واحد الفضاء كندخل هكا للبيت كيجيني واحد النعاس خفيف مثلا شي بنت كتعجبني كنشوفها فشي فيلم ولا فشي بلاصه ولا كنبقى نتخيل ديك البنت هي فاهمني اهضر خذ راحتك لا الناس ام ادرج اشرح لي ولكن حاولوا بحال اللي كندير شي علاقه مع شي اشرح لك بحال اللي كندير شي علاقه انا نقول لك نهضر ناخذ راحتي بصح واحد ما عندكش مشكل عادي بحكم انك انت ما غاديش نقولوا الدومين ديالك غادي نقولوا الطريقه اللي انت خدام بها في اللايف والطريقه اللي تشهرت بها سماكم العصير انا سميت راسي ولا سميت راسكم العصير شنو هما هاد اللايفات اللي كديرهم كلهم كيمشيو على من البنات البنات كتكره البنات ماشي مانيش عارف علاش خليني غير نهضر واسكت انت ملي كنت نتفرج فيك في 2017 2018 انا متاكد ان شي واحد جا في ديك الوقيته قال لك انت زهري في عينيك حماوي يتشوك عاوتاني وخليني غير نهضر حماري يتشوك وخليني غير نهضر اصاحبي غير نهضر فانت كتحس براسك بعض المرات ان هذا الفرار ديالك من البنات والكره ديالك للبنات والحقد ديالك للبنات طبيعي بصح مؤخرا اللي تحس بلي ماشي طبيعي بديت تراجع على داكشي اللي كنت تقوله واش راني ندير ها الله يعطيك تنفخ بالكلبه ها الله يعطيك الخير وانت يا دوك البنات كلهم اللي كتكرههم وكتهضر فيهم وما كيعجبوكش الا شفت شي وحده وعجباتك كتبغي تنعس بالليل بين اليقظه والنوم ما انت انا حسنا انت فايق خليني نهضر فايق منها ديك البنت اللي بغيتها ولا عجبك الجسم ديالها كتجيك في نفس الشكل ماشي كل ليله وتقريبا اللي كتجي كل ليله كتجيك وكتجامعك وكتنعس معاك كنبغي غير بوحدي في البيت زيد بالظلمه غير بوحدي زيد وكيجي واحد النعاس ما فايق ما ناعس زيد ومثلا كنبغي نطير في شي بلاصه مثلا شي مراه نمشي لها لبيتها وانا ندير معها علاقه وهي ما تشوفنيش زيد وتنفيق انا كنقول ويلي صرا يوه الحمره يتشوك هي زيد كمل زيد الحمره يتشوك خذ راحتك زيد بقى نقول واش هذا الشيء هذا واش المهم جاتني واحد الخدمه مشيت شهر ثلاثه مشيت للداخله مجيت للداخله محمد نهار الاول عشت مع صاحبي في البيت بقيت مبلوكي مع الحيط وشي بنت تبوس فيا وتعنق فيا زيد الاولى في الداخله تعذبت عيطت لي ما غدا لي في التليفون تبكي قالت لي خوك خرجت لخويا مزوج واحد القاوريه هنا قالت لي راه خرجت له في اللي قالت له قول لخوك يجي خويا صونا اللي قال لي خويا انا ماني فاهم والو كيفاش واحد المره خرجت لي في المنام قال لي وصولت مرتو قالت لي واقيت يبقى يزق يبقى هضرت مع داك الفكاهي في اكادير واش قال لي قال لي راه داير لكم قال لي السحور انت وخوك قال لي واخلك داي ولدهم معاه ولا خوه قال لي راه لاصق فيك في المدينه قال لي خصك تولي للمدينه قال لي واخا تمشي لاي بلاد غادي تولي حتى لوجده زيد ايوا وليت قلت والله ما نولي لوجده وشحال كان وليت لوجده وليت حتى لوجده محمد زيد وليت واش غادي نقول لك واحد النهار صاحبي اللي كان ساكن معايا في الداخله هو قال لي انا فقت الصباح ما كنتش عارف قال لي بقيت تبكي وبقيت تصق قال لي بقيت نقرا لك القران بالليل لقاش كنت مطبلوكا بزاف كنعس هكا ما لحقت كنبقى نبلوكي هكا وكلشي لوكون بقى نزقي ما سمعني حتى واحد هي ما نزقي وهذيك المره اللي قلت لك اللي خرجت لي في وجه داخل مشيت الداخله عقلت غير على شنايفها وشعرها واللي نقول لي ترى راك هبلت شعرها غوز وشنايفها غوز قالت لي سميتي سعاد وقالت لي والله ما نتخلى عليك ونط انا بالخوف ومشيت نعس تحت امي قالت لي ما طارك هبلت انت قالت واش كاين شي مراه جنيت حتى سعاد وكيكذبوني الناس زيت. ولكن اللي فهم في هاد الدومين كيقول لي انا نثيق فيك وني نعرف شي واحد مع عائلته ولا شي واحد من صحابو كيثيق في هاد الشيء زيد هاد الشيء اللي كاين ودركا محمد اخويا عند داك الفيديو في فيسبوك وتقريبا كاع وجاد بحكم يعرفون الناس ابوين عندي غير محمد وكيل محمد وكيل شكون هذا محمد وكيل هذا دخلت نصيفط لك ميساج كتكتبت لي في 2017 قلت لي راك عاجبني عاصر مع عاصر ايوا خاني جيت يا ربي تشافيني يا ربي ان شاء الله ما يكون الخير طلب الله يوفقك قول لي زهري لا ما قلتلكش انت زهري واش قالت لك هذه الهضره فرق ما بين انا اسالك قيل لك ولا ما شكون زعما غادي يقول لي انا سالتك سؤال عندي صحابي لا علاقه لهم بهذا الضمن ما يفهموش ما تسرعش خليني غير نهضر راك متوتر كي تكون تهضر كنسمع لك وكي نهضر انا نسمع لك انا قلت لك سؤال قلت لك هل قيل لك في السنوات الماضيه واحد 3 سنين 4 سنين اللور شي واحد قال لك انت راك زهري مع عينيك هذا السؤال اللي ماشي لا ما قالوها ليش صافي هذا هو السؤال المطروح نقزوا هذا الامر هذا انا اصلا لا ما كان هذا الامر ما جاء لا في الكتاب ولا في السنه لا اجزمه ولا انفيه انا في الوسط واضح خصك نهضر معك شويه وتسمعني بعيدا عن المرض اولا بعدا غادي دير درك الرقيه وغادي تدخل في واحد الهاله واحد الحاله هستيريه شويه كتصرا لك شي حوايج انا لا ادري الله عز وجل يعلمه ولكن هاد الاشياء اللي غادي توقع لك انت دركا
غادي بديهم وراها اشياء اخرى. انت درك فيك واحد العارض، واحد الجني ولا جنيه، ودابا حنا انت جبتها لي هنايا، جات انت جبتها لي هنا، انت جيت وجبتها معاك، يعني هي كاينه فيك، كيفاش هذه جات؟ قطعت لك بين العالم وجاي عندك. والله تقطعوا لي معايا الى محمد شدت عند كوردوني باش ما نجيش. والله لان على جيت من الداخله جديده تقطعت لي، نقول لك جات عند كوردوني باش جيت، قالت لي ما زعما باش نمشي للدار، انا كنبغيش نلبس سبردين، شدت لها الكولا وجيت عندك. فاتني هاد الليل، خليني نهضر. واه غير راني شويه خايف والله مانيش عارف. والله العاب خليني نهضر. طلعت تما فلاش. هذا شوف الخوت قاعد يبغيوك في وجده، اقسم بالله. الحمد لله. شحال تما واحد يتفرج؟ ما فوق ال 200 الله يسخر. فوق ال 200 زيدوا يلا. راني خايف اخوتي، راني خايف. نسى اللايف ونسى هاد الصوت، راك شي تعال. لا والله لا يبغيوك، اقسم بالله. انا شوف انا ما نعرفكش، تعرف شنو ما نعرفكش. كومونتيرات هكا دراري بنات محمد، حدا الميريكان وفرنسا يقول لي محمد محمد، شكون هذا محمد؟ خوتي بالوت انا عارفه هذا. صيفط له ميساج. الله يكرمك الله. يلا اسمعني. اولا انا غادي نبدا ندير لك الرقيه، وخص يكون عندك اليقين بان دوك الناس اللي مشيت لعندهم قبل مني، واحد قال لك نصيفط لك جنوني، واحد غادي نكتب لك، واحد قالت لك اجي عند السحار حقا ما قلتلكش فوق الدجاج حدا الطواليط، وقلت له رد لي فلوسي. كيفاش كيفاش؟ واحد السحار، وكنت شويه متقف يا ربي، وكنت ندم صاحبي يديني، يعني ما عرفتش، انا بغيت غير نشوف ذاك العالم مش عويد نفرش الطوبه. داني قال لي انت فيك الحمالي تشوك. زيد خلينا نكمل. قال لي جانا فلاش الطوبه، قال لي انت راه فيك ام الصبيان. زيد شفت ام الصبيان وزعما جنيه ما كتاكلك. قال لي يا سحار مش عويل، قال لي 500 درهم كذا، قال لي غادي تشري يديك وغادي ناكل الجنون. انا ما نفهمش، انا وندم يا ربي تسمح لي، ما نتفاهم معايا 400. جاب لي واحد ديك، جاب واحد الطبسي يذبح فوق يدك على الطواليط، هو قال لي نرميه للجنون، هو غير تما دخل وقلا قلاه كلاه هو ديك المره كلاه كذب عليا والله الا كلاه. هو قال لي ندهدوه للجنون، قال لي غادي نذبحو. انا مشيت الطواليط هكذا واحد في الميكا، قال لي الله كذا، وحط الشمع حمراء شمع خضراء هاك الشمع. قال لي ميمون عيشه، اشمعنى ميمون؟ قلت قال لي لا خويا انا قاطيني ميمون. والله يلاه قال لك ميمون وزبيده، قال لك سميت جنون ودالي فلوسي ما ديك. قال لي الجنون هو شواه ولا قلاه ولا لا؟ غادي تخطبني اخويا والله الا انا والله ما نكذب، اقسم بالله نهضر معاك. انا فاهمك، خليني غير نهضر، ما خليتنيش كاع نكمل. يلا شوف انت لا تفكرت شي حاجه كتمها صافي نسيت. زيد خليني نكمل، الله يجزيك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي تشافيني، بغيت نتزوج، بغيت ندي واحد الالمانيه ولا هولنديه عرويه ما نديهاش. الله يوفق، خلينا غير عربيه يطلبوا الصداق ويطلبوا النقافه. الله يوفقك. يلا اسمعني، اولا انا غادي ندير لك دوك الرقيه، خص يكون عندك واحد اليقين تام ان دوك الناس اللي مشيت عندهم قبل مني اللي ذكرتهم الان كلهم مشركين. مشركين ها واضح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منا. خليني نهضر يا ربي اسمح لي، خليني نهضر. اصحابي داولي كتبوا عليا، خليني نهضر، غادي نقول خليني نهضر. الله يكرم. هاد الناس اللي مشيت عندهم خص يكون عندك اعتقاد جزمي انهم هادو داخلين في الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، من اتى منا كاهنا او عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اولا هذا التعلن مع الله عز وجل في السر ديالك انك تبت الله عز وجل، ندمت على داك الشيء اللي درته. وللتوبه 4 شروط، منها الاقلاع، وتحلف انك ما تعاود في جوفك صدرك انك ما تعاودش ترجع لهاد الناس مهما وصلت الحاله. واضح. وثانيا وهي اولا قبل من هذه، انك تعلق الامل ديالك في الله عز وجل وما تعلقوش حتى فراقي في هذه الدنيا، لانه واخا قالوا لك محمد مجهد وكتبوا لك في كومونتير محمد وكيل محمد وكيل، بصح محمد وكيل عنده ذنوب في السر ديالو، يقدر الله عز وجل ما يستجبليش درك واخا ندير لك الرقيه. واضح. يعني انا غادي نطرق ابواب السماء، بصح الا كنت صالح ولا عندك نيه انك تصبح صالح، الله عز وجل غادي يوفق. واضح. والدعاء مقسم الى 3، اما استجابه في الحين، واما ادخار، واما تاخير الى يوم القيامه. واضحه. يعني النصيحه اللي غادي ننصحك درك، تجيو كل كنية، غادي ندير لك الرقية وكل كنية أنني أنا مجرد كاسطة، غادي نعاود الكلام اللي قاله الله عز وجل، لأنه هو اللي غادي يشافيك. يعني كي غادي نكملوا هذه الحصة هذه، ودركا ابتداء من الآن غادي تقرر في جوفي صدرك أنك تبدل مع الله عز وجل. يعني العلاقة ديالك مع الله خصها تحسن، أنت ما محتاجش الأقراص ولا الطبيب يعطيك دواء ولا الطبيب يدق لك حقنة، أنت محتاج الله عز وجل. يعني الله عز وجل باش غادي يداويك خص تكون عندك صله معاه، واول شروط الصله مع الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصله بين العبد وربه الصلاه. يعني لما كانت الصلاه كواحد الشخص عنده هاتف وما عندوش تعبئه، ولا واحد عنده تعبئه وما عندوش هاتف ما يمكن لكش تتصل، فحتى يكمل هذا الاتصال يلزم الصلاه. وهاد الصلاه اللي غادي تصليها ما تصليهاش غير باش تبرى، الا صليتها غير باش تبرأ ما غادي تنفعك حتى في حاجه. غادي يكون عندك عزم ونيه، سواء مريض ولا ما مريضش، محتاج الله ولا ما محتاجوش، نحن كما قال النابلسي نحن نعبد الله لان الله يستحق العباده. لا نعبد الله لكي يعطينا او يشفينا او لا، انت اخذ بالعزم، ماشي حيت مرت عاد وبان لك ربي. غادي التوبه نصوح سواء بالمرض ولا بلا مرض، ونقولها لك منا
شي الا كان الصدق مع الله عز وجل غادي يكون التوفيق، والا ما كانش الصدق مع الله عز وجل نقولها لك من هذا المنبر غادي نرقيك وعقل عليها دابا كنقولها كذا دابا عقل عليها، غادي نرقيك وغادي نكمل معاك وما غاديش تلقى النتيجه وغادي تمشي عند رقات اخرين وغادي يرقيوك وما تلقاش تلقى الطور، تلقى الدور في واحد الدائره مغلقه من راقي لراقي من سحار لسحار مشوف لشوف مكزانه لكزانه وتلقى الدور في حلقه مغلقه التاليه ديالك، يقدر تبقى تولي انت الذبح من العام للعام، تقدر تولي دير ليله، يعني ما غاديش تلقى الحل حتى تخرج لواحد الدائره الله اعلم بها، يا اما تصبر على هذا الابتلاء اللي نزل الله عز وجل عليك وتحمد الله عز وجل عليه وتتوب ويكون هو سبب ديال التوبه ديالك، وإما تبقى على هذا الحال هذا وندير لك الرقيه وتجي عندي تقول لي راني صليت وانت كي غتمشي من الدار ديالك هادي عندك الامر عادي. واو. يعني الاستقامه هي الحل واضحه هذا الشيء اللي كان مطلوب الله عز وجل نتمنى حقاش انا غادي نقول لك واحد الحاجه الا كنت صادق مع الله تتبح بحال اللي غادي تبح بها معاك دركا وغادي تكرفس معاك وغادي تولي وتولي وتولي ما غاتمشي شي خاويه ميشا. اما اللي جيت عندي نتايا هكا انسان كي الماضي كي الحاضر غادي تمرض راسك وتمرضنا ماشي وقتي تضيع وقتك ووقتي بزوج بينا ما غادي تستنفع حتى بحاجه، يعني حاول تعلق الامل ديالك في الله عز وجل قدر المستطاع وربي غادي يفرج صافي سير جلس اون فاصليه في داك الكرسي راه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أجرني الله إياكم منها ومن حرها وقعرها وظلامها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها آمين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى ولك الحمد في المرض وفي الصحة ولك الحمد في كل حال وحين ولك الحمد في كل وقت وحين ولك الحمد رب السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين ناصر المظلومين والمستضعفين. اللهم لك الحمد أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنا يا رب بعلمك أينما حللنا وارتحلنا وصلنا وجمنا إله. اللهم لك الحمد يا رب على النعم كلها ظاهرها وباطنها،
ما علمنا منها وما لا نعلم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد، أنت الملك لا ملك إلا أنت. اللهم لك الحمد، أنت الجبار ولا جبار إلا أنت. اللهم لك الحمد، أنت الله ولا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. كل هالك إلا وجهك، الدوام لك والمجد لك والرفعة والبقاء والثناء لك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ربي تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا إله إلا أنت. ربي تسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الملساء. سبحانك يا عظيم العظماء، يا من لا يخفى على شريف علمك شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. من أطاعك يا رب فاز، ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز، ومن عصاك ضل وزل وغوى وفي الظلمات هوى. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا بحق لا إله إلا الله، وانصرنا بحق لا إله إلا الله، واكشف اللهم يا رب الضر بحق لا إله إلا الله، وارفع البلاء بحق لا إله إلا الله، واشف المرضى بحق لا إله إلا الله، وعاف المبتلى بحق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الذي يراك ويعلم سرك ونجواك، يعلم سر وجودك. الحمد لله الذي يراك منذ أن سكنت وعمرت ودخلت وآذيت وظلمت وعشقت وأحببت، وفي كل ليلة تشكلت وزنيت وعلى العورات اطلعت. الله منذ ذاك الحين وهو يعلم سرك وقبله، سبحانه الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، إن كان كيف سيكون. فقبل أن نبدأ بعذاب وألم وصراخ بقرآن لا تعلمين سر الألم، أدعوك إلى ملة محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين يا جنية، أدعوك إلى ملة محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين، الذي لأجلها قطعت الرقاب وسالت الدماء كالأنهار. أدعوك إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لأجلها مات خيرة الصحابة الأخيار. أدعوك إلى كتاب مقدس أنزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، من الله إلى جبريل إلى محمد إلى الناس إنسا وجنا، هدى من البينات والفرقان. أدعوك إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال ربي في كتابه سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل لا إله إلا الله تفلحي، صدق الذي قال: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ندعوك وندعوك الذين يسمع ويرى من قريب أو بعيد، لم تتح له الفرصة إلى أن يدعى إلى دين ربه جل وعلا يوما، ولم يسمع القرآن يوما، ولم يوعظ بالحق يوما، وأبصرك بالحقيقة التي ليس بعدها إلا الضلال. شاء من شاء وأبى من أبى إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قرآن قال فيه ربي جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. أدعوك إلى كتاب قال فيه ربي جل وعلا: سبحانه تقدس في سماه وعلى في علياه، لا إله إلا الله، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا إله إلا الله. وعظنا بكتابه المقدس وحذرنا وأنذرنا وبالحق بصرنا، ما ترك شيئا إلا وبه قد أخبرنا،
منذ أن خلق الله آدم وقبله، منذ أن عصى إبليس ربه أقسم بعزته وقال وبعزتك لأغوينهم جميعا إلا عبادك منهم المخلصين. دعوة إلى الإنس والجن، إلى من عرف قدر الدنيا ووزنها، وقال فيها أهل العلم كظل شجرة، كالمر يستظل بشجرة، كسالك طريق يستظل بشجرة. أدعوك إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم الذي حرم عليك أن تسكني بدنه، وما جاء بهذا شيء، لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن من ألواح موسى إلى الآن، فلو بحثنا في الكتب الحاضرة والماضية والمحرفة منها والله ما وجدنا إصحاحا ولا سطرا ولا آية ولا جزءا من كتاب مقدس أو قرآن كريم أو أي شيء شرع لك أن تسكني جسده وتستشعري لذة الزنا معه. أدعوك إلى لا إله إلا الله، وأنا أقول لك كلما تألمت واقشعر جلدك وتجليت وظهرت وأحسست أن النار عليك ستنزل وعليك ستحل، اعلمي علم اليقين أنه هو القرآن. لست أنا لأني ضعيف، ولكن أرجو قويا، إني ضعيف أستعين على قوة جبار عظيم، ونحن على يقين أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ونتلوه بلسان ربنا جل وعلا، وكلنا يقين أن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق ولو بعد حين. فقبل أن ينزل عليك هذا القرآن نبصرك بالحق والحقيقة التي لأجلها خلقت، التي لأجلها خلقك الله جل وعلا، العبادة. وربطك معنا في الآية وقال وما خلقت الجن بل وقدمك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء بخطاه وأثره، لم نبدأها ترهيبا وبدأناها ترغيبا، لعل القلب ينين والعين تدمع والقلب يخشع وتتقي الله فيما تبقى من شبابه وزهرة عمره. فلربما ظلمته كثيرا وزنيت به في كل ليلة وحلم كثيرا، تسببت له بتعطيلات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء، وأنا الآن أعلم أنك تسمعين وتخافين وترتعشين وترتعدين وترتجفين، وأنت تعلمين أنني أعلم أنك موجود، فلا داعي للاختباء. فإذا بدأنا في الضرب والألم والعذاب والقرآن تجليت بالصراخ والألم والصرع والعذاب، ولكن حتى لا تأخذي نظرة على هذا العبد الضعيف، ولا تأخذي نظرة على المسلمين أنهم أشداء على الكفار في البداية قبل الدعوة، فأنت مخطئ. فالراجح والواضح واللازم أن أبين لك الحق وأقيم عليك الحجة، فإذا أقمت عليك الحجة وبينت لك ظلمك الذي حرمه رب الإنس والجن الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن منذ ألواح موسى إلى الآن، كل كتاب أنزله حرم فيه الظلم. الله عدل، الله عدل وحرم الظلم، وأنا الآن أدعوك إلى الحق. فإذا أسلمت وتبت فذاك ما نريد، والله جل وعلا يحب التوابين. واضح؟ ود الذين كفروا لو يكونوا مسلمين. وإذا أبيت إلا الكفر والعناد ورب الكعبة تصرخين من شدة العدل، نتحداك إن لم تصرخي ظاهرا صرختي باطنا، هذا يقين، ولكن والله لا نريد لك العذاب ولا الألم. فالذي خلقك وحشرك معنا في الآية خلقنا وحشرنا معك في الآية. وإذا خرجت لكم دينكم ولي دين، حتى ولو كنت يهودية سوداء ربيته منذ الصبا والصغر ونشأت معه وكبرت معه ومنذ الكبر أحببتيه وعشقتيه، بدأ العشق كالابن كالولد وانتهى العشق بحب وزنا وتشكل من شدة حبك له، جعلتيه يكره النساء. دبري معي هذا الكلام وأنا أعلم أنه يؤلمك. من شدة حبك له جعلته يكره النساء بصفة عامة، تولد عنده حقد للنساء بشكل كبير، يكره النساء كره العمى. فلما بدأ ينمو ويكبر ويبلغ سن الشباب وبدأت شهوته تتحرك، فلا شأن لي سواء أن يجعلها فيما حرم الله أو في زواج شرعي، أنا أتكلم على الضر والضرر الذي تسببت به أنت.
فأنت ربيته منذ الصبا والصغر. واضح. وكان كالإبل، نشأ معك كالولد كالإبل. فلما كبر وصل إلى سن الشباب وبدأ ينظر إلى النساء والبنات، ولا شأن لي هل نظرة زنا أم نظرة زواج، لم يعجبك ذلك، أحببت أن يكون لك لوحدك تملك تام في كل شيء، تملك تام للجسد للعقل للجمال لكل شيء لك وحدك. فكان الحل هو أن تخرجي من صيغة الأم المربية التي سكنت منذ الصغر والصبا إلى العاشقة التي تلبي رغبة شهوة ابنها وتزني معه. فهنا الأمر أمرين، إذا كنت تظنين أنك أم من الجن ربيته منذ الصبا والصغر فهنا القصة مختلفة، وتحولت إلى أم تزني بابنها، فالمعصية معصية بل وطامتين بل ومصيبتين. فكيف لجنية أحبت طفلا منذ الصغر وربته كابنها ترعاه وتحفظه، وفي الكبر لما زاغت عينه وبدأ يعشق النساء وأجسادهم كانت هي البديل. المهم يبقى لها، المهم لا تزغ عينه إلا لها، ولا يحب أي أنثى فتملأ فراغ، يبقى معك مدى الحياة، لا زواج، لا تيسير في عمل، لا تيسير في وظيفة. أنا أعلم أن هذا يؤلمك لأنك أنت السبب فيه، لا تيسير في عمل ولا في وظيفة ولا في كل شيء ولا في علاقة ولا في زواج، وخصوصا نركز على النساء والزواج. وأنا الآن من هذا المنبر بدأناها بالليل وبطيب الكلام وبينا لك الحق، وأقول لك ليس بعد الحق إلا الضلال، وأدعوك إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما كان دينك أرفع معك راية التحدي، مهما كانت عقيدتك ومنهجك وتوجهك وفكرك، حتى ولو كنت ملحدة كافرة جاحدة لله جل وعلا ولرسله ولكتبه، على أي شكل من الأشكال كنت، ولو كنت تؤمنين وتعتقدين أن الطبيعة هي التي خلقتنا ومنها نشأنا، فكوني على يقين أن الطبيعة لا تحب الظلم، والطبيعة جعلت للنملة نمل وللفيل فيلة وللطير طيرة وللإنس إنسية. واضح. وللشجرة ترابا وفي الماء سمكا. الطبيعة نفسها ما خلقتش الجن ليتزوجوا مع الإنس، لأن الزوج والزوجة يليهما زائد يساوي سنة التكاثر، فإذا تزوج الإنس بالجن لن ينجبوا، لن يخلفوا أبناء، فسينقطع نسل البشر والجن، لهذا جعل الله زوجا وزوجا. واضح. فهذا حرام، من أي مسلك سلكناه معك فهذا كله حرام، أي مسلك سنسلكه معك فهذا حرام من كل الجهات والأوجه. إذا قلت لي أنك ربيته منذ الصغر أقول لك هذا حرام، وش زحمتي عليه؟ أنت اللي توجعتي، حملته في بطنك 9 أشهر، لا يحق لك هذا. واضح. إذا قلت لي أنه بدأ تزيغ عينه إلى النساء وبدأت شهوته تتحرك وأنا جعلته يكره النساء لأني أحبه، فكان البديل أن أزني معه في كل مرة يعشق فيها أنثى وأتشكل في صورتها وأتيه في المنام وأقترب منه قبل اليقظة والنوم وألبي رغبته ومطلبه وشهوته وأزني على شاكلته وعلى أي صورة أحباه في اليقظة. كان يمشي في الشارع ونظر إلى فتاة وأعجبه جسمها، تأتيه في الليل على شكلها وصورتها. أي أمومة هذه؟ أي ملة هذه؟ أي شرع هذا؟ أي دين هذا؟ أي نهج هذا؟ أي فكر هذا؟ أي عقيدة هذه؟ بالله عليك، ألا تتقين الله؟ ألا تتقين رب الأرض والسماء؟ ألا تتقين الذي حرم الزنا؟ ألا تتقين الذي جعل بيننا وبينكم حجابا مستورا تروننا ولا نراكم؟ ألا تتقين الله جل وعلا الذي قال يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس؟ ألا تتقين الله جل وعلا
الذي حذرك من كل شيء أنت الآن فيه وعليه. وأنا على يقين أن هذه السنين اللي عشتها في هذا الجسد، أنا على يقين أنك سمعت القرآن متأكد، وعرت في رمضان على صلاة، ودعيت بطريقة غير مباشرة، وبصرت بالحق، وأبيت إلا أن تصبري على الظلم وعلى الزنا وعلى ما حرم الله جل وعلا. فكما أنت الآن تسمعين وترين، وأنا على يقين أن هذا الكلام لا رد عليه إلا جواب واحد، ستقولين إذا تكلمت: أنا أحبه، أنا أعشقه، أنا أريده لنفسي. وهذا ما تعلمناه من العاشقات، إذا قلنا الله يعوضك خيرا منه قلت أحبه أعشقه لا أخرج منه، إذا قلنا لك هذا حرام قل حبي بلغ الحرام وهو فوق الحرام، إذا قلنا لك الله لا يريد هذا وحرم عليك هذا قلت حبي فوق الحرام، وإذا أسلمت وتبت فذاك ما نريد، وإذا خرجت لكم دينكم ولي دين فذاك ما نريد. وأفضلهما وأحلاهما سبابة ترفع إلى السماء وتكفي عن كل ظلم ظلمته، لأنني متأكد تأكيدا جسميا أن كل تلك الحلقات التي كان يبثها على صفحته يقدح في النساء ويسب البنات وما يخلي لهمش الجد الراقد، لك بصمة فيها، متأكد أن لك بصمة فيها، أن حقده على البنات وكرهه للبنات لك طبعة وبصمة قوية فيها جزما ويقينا. ولهذا أسلم لله جل وعلا تسلم، أسلمي لله جل وعلا تفوزي، أسلمي لله جل وعلا تغنمي، أسلمي لله جل وعلا يغفر لك ما فات، من قضى من الذنوب نسيته والله لا ينساه، وعن الصغير والكبير والنقير والقطمير والقليل والكثير سيسألك الله جل وعلا، عن أدق التفاصيل سيسألك رب العزة جل وعلا، عن كل لحظة قضيتها في جسدي سيسألك رب العزة جل وعلا، عن كل نمحة ونفس، عن كل صغيرة وكبيرة، والمصيبة عن كل زنية، عن كل اقتراب في الليل بين اليقظة والنوم تتشكلين له وتزنين وفي العورة تسكنين، وكنت السبب حتى في الثقاف، متأكد فأنت السبب في كل ما يمر منه من أزمات نفسية واضطرابات في هذا المجتمع ونزاعات مع الناس وخصوصا البنات، تعطيلات تامة في كل شيء. وأنا الآن أدعوك لأن ساعتك قد جاءت، هذا السن التي كان يشك أن في جسده شيء وكان يصبر على ذلك، يصبر على ذلك ويكتم ويقول لن يصدقني أحد، لن يصدقني أحد، وحتى إذا طرح الفكرة على أحد لن يصدقني أحد، وحتى إذا قال لأحد أو حكى لأحد أو استشار مع أحد يقول له أنت تتوهم أو تكذب، وأنا أقول لك هو لا يتوهم هو لا يكذب، أنت موجودة في بدنه، أنت موجودة في جسده، أنت سبب في أشياء وقعت له في حياته لم يجد لها تفسيرا. ولهذا جاءت الساعة، جاءت اللحظة، جاء وقتك، أمهلك الله جل وعلا مدة وسنين، أعواما وسنين، فهذه المدة التي أمهلك الله تبارك وتعالى كلها لا تظن أن الله ما كان يعلم، الله كان يعلم كل شيء، ولكن أمهلك لعلك تستيقظين من الغفلة من النوم والسبات العميق، لعله يشق جوف صدرك وتبكين على ما تسببت به، لعلك تندمين، وهذا الحب تستيقظ به المشاعر الحقيقية والفطرة التي فطرك الله جل وعلا عليها، وتقول أنا حقا ظلمته، أنا حقا آذيته، أنا تسببت له في مشاكل، أنا عطلت عليه نعم، عطلت عليه سفر، عطلت عليه زواج، محقت له رزقا ومال، عذبته في الليل والمنام، جعلت له عداوة بين الوالدة، أنا السبب في كل شيء. واضح، يلزمك أن تبكي ندبا على ما فعلت، ولكن أي قلب بين صدرك، أي قلب تحملين بين أضلاعك،
فما عهدنا هذا على إناث الإنس وما عهدنا هذا على إناث الجن؟ فالمعلوم على الإناث أنهم رقيقات المشاعر، تستشعر إذا ظلمت أو إذا تلفظت بلفظ يجرح أحدا تحاسب نفسها وشديدة البكاء، فالقلب الذي تحملينه بين أضلاعك لربما كله سواد، ولأنك يهودية وتحبين الأسود والسواد لربما حتى قلبك أسود. وبإذن الله جل وعلا إذا بدأنا لن ننتهي، وكوني على يقين لن تسمعي من فمي إخرجي، تذكر أكرر هذه الكلمة، لن أقول لك إخرجي بل سأعذبك عذابا أليما وسأقول له عد وأعذبك عذابا أليما وأقول له عد حتى تفري بإذن الله جل وعلا وتهربي من شدة الألم والعذاب. ولكن قبل أن تدخلي في هذه المرحلة التي كلها صراخ وألم وعذاب، أقول لك اختاري ولتسلكي دربا ينجيك من عذاب سيحل عليك. أقول لك اختاري طريقا ينجيك من ألم وعذاب. أقول لك ارفعي السبابة لله جل وعلا واعلمي أنها إذا رفعت من القلب كوني على يقين أن الله تبارك وتعالى سيغفر كل ما مضى، والتوبة كما قال تجب ما مضى تمسح ما مضى يغفر الله بها كل ما مضى. أما إذا أصبحت مصرة على ما أنت عليه فوالله وبالله وتالله لن يزيدك إلا ألما وعذابا، لن يزيدك إلا نارا وعذابا، فإما التوبة وإما العذاب. يعني ستصل عليك لحظات بعد دقائق بإذن الله جل وعلا يسمع صراخك من بعيد، فما هو الجواب؟ تخرجين طاعة لله، أقولها في البداية ولا أقولها مرة أخرى، تخرجين طاعة لله جل وعلا وتخبريني بسر الوجود الذي لأجله كنت أنت موجودة في هذا الجسد من سنين إلى الآن، ونفك ما فعل من كان قبلك وصنع ودخلت، وتخرج طاعة لله جل وعلا سالمة بلا ألم ولا عذاب. أما إذا أخذتك العزة بالإثم وتجبرت وتكبرت وأبيت إلا الظلم والعدوان، أقول لك وأختم، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، فلن أكلمك إلا بعد ثلاث حصص حتى الطيب مزيان، حتى تصلي إلى درجة من العذاب لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس وحفظناها وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
يخافونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب فالله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله 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 يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله
أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله، 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 يأتي بكم الله جميعا. وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، 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 أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، 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 في بروج مشيدة، في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج، في بروج مشيدة، في بروج مشيدة، في بروج مشيدة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال هي راودتني عن نفسي، قال هي راودتني عن نفسي، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل، فصدقت وهو من الكاذبين. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، 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 إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا،
كنا لنراها في ضلال مبين. قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين بسم الله والله أكبر بسم الله والله أعظم بسم الله والله أقوى بسم الله والله أعز وأجل بسم الله بسم الله بسم الله بها بدأنا على كل جنية بسم الله بها بدأنا على كل عاشق بسم الله بها بدأنا على كل ولهانة في الجماد بسم الله بها بدأنا على كل عاشقة ولهانة بسم الله بها بدأنا على كل زانية على كل عاشقة زانية على كل ولهانة في الجمال ربته منذ الصبا والسرور بسم الله بها بدأنا على كل جنية سكنت من سنين كثيرة سكنت من سنين طويلة منذ الصبا منذ السرور بسم الله والله أكبر من كل جنية عشقت بريق الأعين تغدت على بريق الأعين على قوة في الأعين على رمز في الأعين بسم الله والله أكبر من كل جنية والله أكبر من كل جنية عشقت الجمال أحبت الجمال استحسنت الحسن والجمال عشقت الحسن والجمال الذوق والجمال أحبت اللباس والجمال أحبت الأعين والجمال أحبت الشعر والجمال أحبت الجسد والجمال أحبت الجسد والجمال سكنت العورات ربطت العورات عقدت العورات للثقاب بسحر جديد للثقاب بسحر عظيم للثقاب بسم الله العظيم الكريم يتجلى كل سحر قديم تخدمه جنية من سنين بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر قديم عليه جنية عمرت البدن من سنين بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل خطبة وزواج لمحق كل رزق ومال للنفور الخطاب بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم مأكول من سنين بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر قديم دام وطال من سنين بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر عظيم رش في عتاب المنازل رش في أبواب المنازل رش في زوايا المنازل بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر مأكول في البطن من سنين يبطل كل سحر عظيم مأكول جرى في الأمعاء من سنين يبطل كل سحر مأكول جرى في البطن من سنين يبطل كل سحر عظيم جرى في البطن من سنين إن الله سيبطله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
يعلمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله بسم الله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعيذك بكلمات الله التام من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل ذي شر لا تطيق شره ومن شر كل دابة ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية فإذا هي حية فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فإذا هي ثعبان فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 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 بسم الله بسم الله بسم الله الواحد الأحد
الأحد تحل كل عقدة بسم الله الواحد الأحد تفك كل عقدة بسم الله الواحد الأحد تنسف كل عقدة بسم الله الواحد الأحد تفجر كل عقدة بسم الله الواحد الأحد تدمر كل عقدة بسم الله الواحد الأحد تحل كل عقدة بسم الله الواحد الأحد تفك كل عقدة تنسف كل عقدة تفجر كل عقدة تدمر كل عقدة تحل كل عقدة تنسف كل عقدة تدمر كل عقدة تفجر كل عقدة تحل كل عقدة تفك كل عقدة تدمر كل عقدة تفجر كل عقدة تحل أعظم العقد أكبر العقد أقوى العقد إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما بسم الله بسم الله اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما بركت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما ذكرت اللهم أبط الأثر عين معجبة نظرت وما بركت اللهم أبط الأثر عين معجبة أصابت في كل شيء اللهم أبط العين المعجبة نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم اطفئ حرها وابرد اللهم يا ربي حرها واخرج حرها وازل اداها وضررها وشرها بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين قوية وحسد بسم الله تبطل كل عين حارة وحسد بسم الله تبطل كل عين غادرة وحسد بسم الله تبطل كل عين فاجرة وحسد بسم الله تبطل كل عين قوية وحسد بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت وحسد بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين قوية وحسد تبطل كل عين غادرة وحسد اللهم اطفئ حرها وابرد حرها اللهم ابط الاثر عين حاسدة اصابت عملا فعطلت اللهم ابط الاثر عين حاسدة اصابت عقلا فبلدت اللهم ابط الاثر عين حاسدة اصابت جمالا فغيرت اللهم ابط الاثر عين حاسدة اصابت مالا فمحقت اللهم أبط الأثر عين حاسدة أصابت زواجا فعطلت اللهم أبط الأثر عين حاسدة أصابت زواجا فعطلت اللهم أبط الأثر عين حاسدة أصابت زواجا فعطلت اللهم أبط الأثر عين حاسدة 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 أصابت زواجا فعطلت أصابت مالا فمحقت أصابت عقلا فبلدت أصابت علما فغيرت أصابت جمالا فغيرت أصابت جمالا فغيرت
ما بطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما كبرت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله اللهم اطفع حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم ازل اداها وضررها وشرها اللهم يا ربي اطفع حرها وابرد اللهم يا ربي حرها واخرج اللهم يا ربي حرها وازل يا ربي اداها وضررها وشرها بسم الله الواحد الاحد تبطل كل عين قوية وحسد بسم الله الواحد الاحد تبطل كل عين حارة وحسد بسم الله الواحد الاحد تبطل كل عين اصابت صدرا فضيقت اللهم ابطل اثر عين معجبة اصابت صدرا فضيقت اللهم ابطل اثر عين حاسدة اصابت صدرا فضيقت اللهم ابطل اثر عين حاسدة اصابت صدرا فضيقت اللهم ابطل اثر عين حاسدة اصابت قلبا فضيقت اللهم ابطل اثر عين حاسدة اصابت جسما فاثقلت اللهم ابطل اثر عين حاسدة اصابت جسما فامرضت اللهم يا ربي اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل يا ربي اداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وابرد حرها بسم الله وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من 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 الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بسم الله بسم الله بسم الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 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 نار النار نار النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب تلفح وجوههم النار 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 وهم فيها كالحوت تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوت تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوت تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوت تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحوت وهم فيها كالحوت يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم رب السماوات السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب الإنس وما زلت وما غوت أسألك اللهم يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت يا رب به في علم الغيب عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا مجيب دعوة المضطرين يا إله الأولين والآخرين نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم رب الناس أذهب الباس أشف اللهم يا رب أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم رب السماوات السبع ومن فيهن ومن بهن ومن عليهن اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف اللهم يا رب أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم اللهم عليك بالمجوس ومن جاورهم اللهم عليك باليهود وخدامهم اللهم عليك باليهود وجنودهم اللهم عليك باليهود وأعوانهم واتباعهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم اللهم عليك باليهود ومن سلك نهجهم اللهم عليك باليهود ومن اقتفى ثرهم اللهم عليك باليهود ومن تبع خطاهم اللهم عليك باليهود رب شتت شملهم وفرق اللهم يا رب جمعهم واجعل اللهم يا رب الدمار والشتات عليهم وبينهم. اللهم لا تخنهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم عليك بالسحرة وخدامهم وجنودهم وأعوانهم واتباعهم اللهم عليك بالسحرة عليك يا رب بهم اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم عليك بالسحرة 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 أينما كانوا وكيفما كانوا أينما امدسوا وكانوا أينما استخفوا وكانوا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين وصل اللهم يا رب على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون اللهم صل على محمد عدد ما قرئ كتابك ورتلت أحزابك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد عدد الطيور في السماء اللهم صل على محمد عدد الحيتان في البحار اللهم صل على محمد عدد القطر والمطر اللهم صل على محمد عدد الشجر والحجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم يا رب على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. اللهم ينفعنا سليمان فهمنا، ويوم علم داود علمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. ربي ما كان بصواب فمنك، وحداك ما كان خطأ إن خسر من أنزل نسيان في الطريقة والقراءة والنطق والكلام، فمن نفسي ومن الشيطان، الله رسوله منه براء، والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. تسمعني؟ واحد لسانه. ما نعسش بعد راك فايق. ما عرفت. نقي وجعني هنايا. حس براسك غبت كاع؟ لا شويه، مره وصف لي باش حسيت. ما نش عارف، المهم هنا كان عم يوجعني مره راسي يدور. زيد بحال شي حاجه حاميه هنا في الراس. زيد صافي هادشي اللي كاين. غادي نعطيك حوايج ديرهم وتولي نسولك. ما تكذبش، صليت المغرب؟ ما تكذبش، ما صليتش المغرب؟ توضيت عاد جيت؟ ما تكذبش، لا توضيت، بصح ما صليتش. الله يفرج عليك.